احنا يا أخوة كما تعلمون هذه المحافظة ومحافظة سقطرى. يتذكر اليمنيون جيدا تلك الأدوات التي انبرت لتبرير الوجود العسكري السعودي بصيغته الاحتلالية في محافظة المهرة، مدعين أن الرياض تريد الخير لأبناء المحافظة. حينها أدرك أبناء المهرة حقيقة الأهداف السعودية التي انطوت على أطماع احتلالية لتمرير مشاريع استراتيجية، ومنها مشروع مد أنبوب نفطي من السعودية إلى بحر العرب ويمر عبر المهرة دون التنسيق مع الحكومة اليمنية. الأدوات ذاتها تسعى اليوم لتشويه حراك ونضال أبناء المهرة الرافض للمشروع السعودي الذي جاءت الرياض لتنفيذه بالقوة، منتهكة سيادة الأرض اليمنية ومستغلة ظرف الشرعية التي أغرقتها في حرب عبثية. حملة التشويه هذه يقودها بعض النشطاء المقربين من السفير السعودي الجابر، محرفين تصريحات وزير الاقتصاد العماني سعيد الصقري حول مشروع مد أنبوب النفط السعودي، وهو المشروع القديم الذي يعود عمره إلى سبعينيات القرن الماضي وفقا للوزير. حصل مفاوضات بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. لجنة اعتصام المهرة أكدت مرارا أن مشكلتها لم تكن مع المشروع الاقتصادي بل مع السلوك السعودي الذي حاول السيطرة على المهرة وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومارس التنكيل بحق أبناء المحافظة لرفضهم تمرير المشروع بعيدا عن الأطر الرسمية. حجر أساس واليوم الثاني يبدأ العمل. ورغم الموقف الصعب الذي أوقعت فيه الرياض الشرعية اليمنية، فقد مثلت المهرة مصدر قوة لها على الأرض وحاجز صد أمام مخططات التحالف الساعي لتحويل اليمن محطة للعبث الأجنبي. فالوجود الأجنبي المتصاعد في المهرة والمتمثل في حضور استخباراتي وعسكري بريطاني وأمريكي دليل جازم على أن الوجود السعودي فيها ليس من أجل تنميتها بل عسكرتها، ولم يكن مشروع الأنبوب النفطي سوى مكافأة كانت تسعى وراءها الرياض، لكنها طموحات تكسرت على صخرة الصمود الأسطوري لأبناء المهرة.